بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نحاول في هذا الفيديو المختصر أن نوضح للتلميذ كيفية رسم المنحنى البياني. عندنا تطور الجدول، مثلنا تطور أسعار البترول، كان هذا في بكالوريا 2015. عندنا السنوات من 1990 إلى غاية 2012. عندنا السعر بالدولار، مقياس الرسم أو سلم الرسم، 1 سنتيمتر مثلنا 5 سنوات، و1 سنتيمتر مثلنا 10 دولار. أول خطوة الأولى اللي يبدأ بها التلميذ، يعني يحتار راح يعطول ورقة ملمترية، إذا ترسم لنا محور تراتب ومحور فواصل. إذا المحور دائما السنوات يكونوا في الأسفل، يسموهم الثابت، دائما بعد 1 سنتيمتر على السنة أو على هذا المحور، ثم نكتب السنة اللي أعطوها لنا في الجدول. أول سنة أعطوها لنا في الجدول 1990، 1995، 2000، كل ما نزيد 1 سنتيمتر نزيد 5، 2005، 2010، ثم هنا ما دام عندي في الخمس سنوات 1 سنتيمتر، يعني 5 سنوات مثل لنا 10 ملم، إذا كل سنة مثلنا 2 ملم، يعني هنا إذا طريقة ثلاثية أو يعني ماشي راح تتطلب منا نديرو طريقة ثلاثية، إذا 2012 راح نزيدو 4 ملم ونديرو هنا 2012. إذا ثم عندنا 10، كل ما نزيدو 10، كل ما نزيدو 1 سنتيمتر نزيدو 10، 30، 40، 40. هذا بالنسبة أول خطوة نرسمو المعلم تاعو. ثم نبداو نوصلو بين النقاط. كيفاش راح نوصلو بين النقاط؟ مثلا في 1990 كانت عندنا 23، إذا هنا واضح بأنه مادام 1 سنتيمتر مثلنا 10، إذا 1 دولار مثلنا ملمتر، إذا 23 فاصل راح تكون في 3 ملمتر، يعني قرابة 4 راح تكون في السنة الأولى. إذا هذه بالنسبة للسنة الأولى. ثم السنة الثانية اللي هي 95 عندنا 17، 95 ينخفض إلى حدود 17، إذا هنا يعاود يتراجع. ثم في 2000 عندنا 28، في 2000 عندنا راح يوصلنا 28، يعني 20 نزيد 8 ملم. في 2005 راح يوصل إلى حدود 54، هاي 50 نزيد لها 4 ملم، إذا هذا بالنسبة لألفين وخمسة. وفي 2010 راح يكون عندنا 79، هاي 79، 2010 يعني هذا بالتقريب، لأنه أنت راح تكون عندك يوم الامتحان ورقة ملمترية راح تكون موصولة بين الترتيبة والفاصلة. 2012 عندنا 111، نزيد لها 1 سنتيمتر، هذا بالنسبة لل 2012. ثم هذا أسهل نقطة وأسهل الخطوة الثانية أو الثالثة اللي بعدها، راح ترسم لنا المنحنى. المنحنى هذا راح يترسم باليد، ما يترسمش بالمسطرة. كيف يترسم باليد؟ راح يكون بهذا الشكل، يبدا عند اول نقطه وينتهي عند اخر نقطه، يعني ماهوش مسموح مثلا كما في الرياضيات نتناقص ومتزايد. احنا عندنا في الجغرافيا يبدا عند اول نقطه وينتهي عند اخر نقطه. الخطوه اللي بعدها انه يرسم لنا التلميذ، يديرنا بالمسطره تاعو 1 سنتيمتر من هذه الجهه، 1 سنتيمتر من هذه الجهه، منا 10 دولار ومنا 5 سنوات. ثم يكتب لنا هنا، يدير لنا اطار، يكتب لنا فيه عنوان منحنى بياني يمثل تطور أسعار البترول ما بين 1990 و 2012. لازم يكتب الإطار الزمني تاعو. هذه كل الخطوات، ممكن في الخطوة الأخيرة المفتاح، والمفتاح وانت لازم يكون هنا في هذه الحالة، ما هوش واجب عليك تدير المفتاح أو لازم عليك، ولكن إذا عندنا منحنى ثاني أو رسم في معلم واحد، عندنا مجموعة من المنحنيات أو حتى الاثنين أكثر من واحد، لازم تبين لنا المنحنى هذا مثلا البترول، والثاني مثل تطور سعر منتج واحد آخر إلى آخره. إذا هذا وانت لازم يكون عندنا المفتاح هذا. وربي يوفق ولادي، بارك الله فيكم.